نرجع بقى لموضوع السفير الإيطالي اللي رجع بعد غياب 17 شهر، وأنا تحديت نفسي لازم أقرأ اسمه. اسمه جان باولو كانتيني، السفير الإيطالي الجديد للقاهرة، اللي وصل إلى القاهرة لممارسة أعماله، وهيبتدي مهامه يوم أو بدأ أو تسلم مهامه في 14 من الشهر الجاري. الخلفية المهمة لعودة السفير أو الخبر اللي بيجي بالتوازي مع عودة السفير الإيطالي ويعتبر فعلا إغلاق للملف ده، هو توقيع بروتوكول التعاون اللي تم النهاردة بين أجهزة الشرطة المصرية والشرطة الإيطالية في مقر وزارة الداخلية الإيطالية، مش في مصر. يعني اللي حصل إنه النهاردة جالنا السفير مصر، والنهارده في وفد من وزاره الداخليه المصريه في مقر وزاره الداخليه الايطاليه بيوقع بروتوكول تعاون. حاجه بس بسرعه نعدي عليها، انه التعاون في مجال مكافحه الجريمه المنظمه والهجره غير الشرعيه. مصر بالنسبه لاوروبا هي البوابه اللي قافله على اوروبا كتير من الويلات. لو كانت مصر دي ساحل مفتوح للهجره غير الشرعيه كان هيبقى الوضع مختلف خالص. مصر بتساعد اوروبا ودول كتيره في اوروبا في مساله الهجره غير الشرعيه، واعتقد ان ده موضوع كل دول ساحل البحر المتوسط فاهمه قيمته بالنسبه لمصر، ففكره التعاون ده مهم، وايضا الجريمه المنظمه. طيب، من خبر حلو لخبر حلو تاني، لانه احنا النهارده يومنا مميز.